اللي كيزيد يأكد هاد الهواجس وهاد المخاوف هو ما يلي: الحروب لا الاولى لا الثانيه مصايبه، مصايبه يعني انه كاين خيوط كتحكم فيها، ايضا الثالثه هاد الحرب هادي اللي كاين، علاش كاين هاد الهاجس ديال النووي وهو في الحقيقه هاجس صحيح؟ علاش كاين؟ لان هاد الحرب هادي اللي دارت ما دارتش غير باش يدابزوا باش يتحاربوا باش يريبوا البنيه التحتيه ويريبوا الديور ويهجروا السكان، لا لا، دارت من اجل واحد البرنامج اخر كيطبق باسم الحرب. الحرب ماشي هدف، الحرب وسيله، دار واحد البرنامج خفي، هذاك هو اللي عليه شعل هاد الحرب. وهاد الحرب العالميه الثالثه اللي حنايا فيها راه ماشي جاو شعلوها باش يوليو يطفيوها، او مثلا شعلوها باش قال اش كاين راهما ولاو تصالحوا، لا، راه داروها من اجل واحد الاجندا. شنو كاينه في ديك الاجندا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخبار على الصعيد العالمي دائما ما كتزيد غير لواحد الاتجاه اللي هو أسود، يعني حتى شي حاجة ما كتأشر بأنه راه كاين وقوف، أو على الأقل غادي يرجع الأمور اللور، أو لا كاين شي بادرة سلام إلى غير ذلك. حتى أي مبادرة فهي ميؤوس منها إلى حدود الساعة، وجميع الأخبار كتقول بأنه الحرب زايدة لقدام. الجديد اللي كاين في هذا الاسبوع شنو هو؟ الجديد اللي كاين في هذا الاسبوع وهو استخدام السلاح النووي بالتدريج. كنت انا سابقا قلت لكم بانه السلاح النووي بعيد انه تستخدم، حتى ولا تستخدم ما غاديش يكون بديك السرعه ديال، يعني انه غادي يكون مفاجئ. بزاف الناس كيتسناو بانه السلاح النووي، التهديد النووي، النووي النووي، كيجيب لهم الله بان الامور ها هي غاده، واحد شويه غادي يهود النووي على البشريه وغادي يفنى، اي بدا يفني مثلا في الامم والشعوب. لا، ماشي بهذيك الطريقه. دائما الحروب الكبيره كتدخل لها البشريه غير بالسياسه، غير بالحيله وبالتدريج. لانه في الحروب راه مشى هذاك العهد ديال انه جيش قدام جيش وكيعلنوا فين يتلاقاو وكيحددوا الميعاد والتاريخ الى غير ذلك، هذاك العهد ما بقاش. خلال السنوات او خلال القرن الماضي الحروب كلها اللي دخلت ليها البشريه فيها واحد الصفه: اولا بعد هي حروب عالميه، ثانيا ديك الحروب سيقت لها البشريه، ثالثا سيقت لها وبالتدريج، رابعا دخلات لها البشريه وما سيقاش الخبر. بالإضافة كاين خصائص أخرى خمسة، بأنها كانت الأغلبية ديالها حروب استنزاف، كنقصد الحرب العالمية الأولى والثانية وحتى هذه الثالثة اللي خدامة دابا، كانت كلها حروب ماشي من الحسم، حروب كلها فيها الاستنزاف، فيها يعني تدمير البنية التحتية، حروب غير حاسمة، حروب كتغلب عليها الطابع ديال الخدع والمكائد، ثم في الآخر حروب كتستفد منها واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم روسيا، وزارة الدفاع الروسية نشرت واحد الخطة، هاد الخطة هذه قالت بأنه راه أوكرانيا موجداها، وبأن راه ناوية تستخدم النووي الصغير يعني التكتيكي وتلصقها في روسيا. علاش؟ باش تحيد روسيا المصداقية من العالم كله. وقالوا بأن هاد الخطة شنو فيها؟ فيها بأنه راه غادي يستخدموه تدريجي واحد النسبة قليلة في المناطق اللي تابع روسيا، هي هذه اللي استعمرها اللي دخل ليها بوتين. قالوا راه تما غادا تستخدم اوكرانيا، غادير تسرب نووي، وغادا تهم روسيا بانها استخدمت السلاح النووي، ومعها غادي يكون واحد الضجيج اعلامي، وغادي يكون نشر الفزع والذعر في الاوكرانيين باش كلشي يهرب لاوروبا. والهدف ديال هادشي كله هو تأليب العالم وتجريد روسيا من المصداقية ديالها. يعني هنا قال لهم هذا فيلم، ها الوسائل اللي عندي، وهاد الخطه هذه راها منشوره، نشروها وسائل الاعلام العالميه. زائد ملي نشروا هاد الشيء كامل، هاد التفاصيل هذه، اتصل وزير الدفاع اليوم ب4 النظراء ديالو
في العالم. اتصل وزير الدفاع الروسي بوزير الدفاع الأمريكي، واتصل كذلك بوزير الدفاع البريطاني، واتصل كذلك بوزير الدفاع التركي، واتصل كذلك بوزير الدفاع الفرنسي، تكلم معهم كاملين. قال لي مودي بأن راه عندنا معلومات صحيحة على واحد الخطة ديال استخدام السلاح النووي قليل في أوكرانيا في المناطق اللي هي تابعة لروسيا اللي كتحسبها روسيا ديالها، وما دوك المقاطعات بربعة، وبأنه راه غادا تلصق بأنه روسيا هي اللي دارت داكشي، وغادي يكون واحد الفزع وواحد الترهيب في العالم باش روسيا يعزلوها معنويا، ثم غادي يهجروا أوكرانيين بالفزع والرعب لداخل أوروبا، والعالم كله ديك الساعات غادي يكون ضد روسيا. من الناحية النظرية أي حاجة وقعت صحيحة نظريا راه كتكون عمليا صحيحة، ولكن هذا التصرف هذا بلا ما ندخلوا في نظري من الناحية التطبيقي دار في عدة حروب، والحروب كيف دائما كنقول بأنه الأغلبية ديالها إن لم أقول كلها دائما تحسن بالخديعة والمكر وبالحيل. القوة بوحدها في الحروب راه ما كافياش، ولكن كتخدم بالخديعة والمكر. حتى القوة بوحدها كتكون مقرونة بالخديعة. علاش؟ نقدر نكون مثلا دابا أنا صحيح، مثلا الدول المتحدة صحيحة وكاين حروب، ولكن من اللي كتزاد ليها الخديعة ديك الحروب ما كتشنهاش في ضربة واحدة، كتشنها يعني المدة كتطولها. اللي هو مثلا نقولوا مثلا شي قائد غبي كيقدر يغامر بالقوات ديالو كلها يضربها في ضربة واحدة، ولكن كتقدر تمشي له. الذكاء الولايات المتحدة الأمريكية دائما كيقودها في الحرب العالمية الأولى وقبل من الحرب العالمية الأولى والثانية وهذه الثالثة اللي احنا فيها. الذكاء اللي قادها هو أنها كتشعل واحد المجموعة ديال الحروب، الناس كيعتقدوا بأنها مؤقتة وبأن عوامل اقتصادية وبأنها غادة تسالي وبأنها ربما غادي يكون غادي يكون غادي يكون، ولكن هي كتتحكم بسير الأحداث وكتخليها طول أطول مدة. اولا بعدا باش البنيه التحتيه كتدمر ديال دوك الاطراف المتصارعه، ثانيا كتستنزف الخزينه ديالهم شراء الاسلحه، ثالثا الاعاده ديال الاعمار كيدخلوا فيها بنوك المسيطرين على العالم، ثم عاد في الرابع كتجي ديك الساعات الامور اللي هي الحسم. من الامور اللي كانت حاسمه مثلا في الحرب العالميه الثانيه كان ديك الساعات استخدام القنبلتين ناغازاكي وهيروشيما، وكاين اللي قال حتى ديك ناغازاكي وهيروشيما ما كانتش حاسمه، يعني اصلا كان ديك الساعه التحصيل حاصل وبان كان مجرد استعراض العضلات. اذا هذا الاسلوب هذا اللي تحدثت عليه وزير الدفاع الروسي هو احد الاساليب واحد الخدع اللي كتخدم في الحروب. البشريه عندها واحد نظره، الاغلبيه البشريه اللي بغينا نقولوا قاصره على الحروب، باقي كيتوهموا ديك الحروب الكبيره القديمه ديال انه هذا كيشن ضد هذا وصافي واحد كيغلب وكيساليو. ولكن الخدع والحروب والمكر لا. علاش؟ لان ما عمر الاعلان دابا الاعلام العالمي الاعلام الدولي وحتى السينما العالميه مسيطره عليها الولايات المتحده الامريكيه ما عمرها تصيغ عند الناس في العالم الحقيقة ديال الحرب وكيفاش كتدوز. لا، كتعطي واحد الحقيقة الحرب اللي هي كتكون سطحية وطفولية. الناس كيتصوروا دائما الحروب هي هذه، وكيبقاو يتسناو ديك الحروب اللي تنقشات في الدماغ ديالهم ديك الطريقة، وكيتسناو هي الحروب الأخرى خدامة. نرجعوا لصلب الموضوع، هذا الأسلوب هذا راه غير مسارات تاريخية. مثلا نعطيكم غير مثال، الاستقلال ديال الولايات المتحدة الأمريكية، الاستقلال ديال الولايات المتحدة الأمريكية حتى وجدوا الناس اللي كانوا مسيطرين على الأحداث، وديك الساعات الولايات المتحدة الأمريكية كانت مستعمرة من طرف بريطانيا. بريطانيا كانت عندها شركة الهند الشرقية، شركة الهند الشرقية هي اللي كانت مسيطرة على الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ديك الساعات كتكلفهم باهظا الضرائب كتستنزفهم. النهار اللي فكروا أنهم يفكوا معها الارتباط ويسقطوا فيها، فكروا انها خاصة تشعل معركة حرب وثورة. اشنو داروا؟ واحد المجموعة ديال البحارة تسلقوا ودخلوا البواخر ديال ديك شركة الهند الصينية، من اللي دخلوا دخلوا بالملابس ديال ديك الشركة ديال ديك الباخرة ديال دوك العمال، وهما اللي قاموا بعمليات عنف واججوا الاوضاع وتفرقعت الدنيا. كانت مبرر انه الشعب الامريكي كله
انه يدير انتفاضه ضد بريطانيا، وكان عندهم المبرر انهم فسخوا معها العلاقه صافي وتهناو. وكان ديك ساعه الاستقلال من موراها دامت الحرب 3 سنين ديال الاستقلال ديال الولايات المتحده الامريكيه، وقع هذا الفهم غلط. لاحقا عاد تبين بانه اللي كانوا في ديك البواخر البريطانيه بانهم غير مسؤولين على ديك الاحداث ديال العنف. نعطيكم مثال اخر كذلك على المنعطفات الكبيره اللي كيداروا بهذه الوسائل ديال انك واحد كتلبسوا واحد الشيء هو ما داروش. مثلا في الثوره البولشوفيه 1917، الثوره البولشوفيه في 1917 راه اللي زاد اجل الاوضاع، لانه الشعب الروسي كان دائما كيعتبر بانه القيصر، بانه اخو الجميع وابو الجميع. وحتى في الانتفاضات ديالهم كانت كتكون على الحكومه، كانت كتكون على الحاشيه الى غير ذلك، ولكن دائما الملك كان موقر. هنا كانت تخلق واحد الحدث اللي هو أجر الأوضاع، كيتسمى الأحد الأسود ولا شي حاجة. هذا الأحد الأسود الملك القيصر ديال روسيا رومانوف كان خارج القصر، الناس مشاو كيحتجوا عادي بحالهم بحال أيها الناس. فجأة انطلق الرصاص من داخل القصر ضد المتظاهرين، وكان الأحد الدامي. هتفكرت الأحد الدامي، فشعلات الاوضاع وهي اللي عجلت بسقوط النظام في روسيا. لاحقا غادي تبين وبعد فوات الاوان بانه المسؤول على ذاك الشيء ماشي هو الملك، ماشي هو القيصر، المسؤول على ذاك الشيء اطراف وكانت تابعه للاستخبارات الالمانيه. لان كيف كتعرفوا الاستخبارات الالمانيه راه هي اللي كانت واقفه مع الثوار، وهي اللي كانت كتمدهم بالسلاح وكتمدهم بالدعم وباللوجيستيك. إذن هذه من التغييرات الكبيرة اللي وقعت بنفس الطريقة. كذلك مثلا الثورة الفرنسية وإسقاط الحكم الملكي ولويس السادس عشر إلى غير ذلك، فترتكبوا شي حوايج من داخل القصر الملكي باسم القصر الملكي هو ما في خبره ما مسوق حصل شي حاجة منهم. مثلا داك كان أعتقد واحد كاهن واش موسى مانديلسون ولا شي حاجه، كان واحد الكاهن هذا هو اللي سرب شي معلومات، قال لهم ودي الملكه فيكتوريا، هاش قالت الملكه ديالو ربما كاترين، قال لهم ودي بان كاترين بانها راها مبدره وجاو عندها الثوار وقالت لهم شي هضره ما مزياناش الى غير ذلك، وساهمت في تاجيج الاوضاع وهي اللي عجلات بسقوط نظام الحكم في فرنسا. ومن بعد ساهمت كذلك حتى في الإعدام ديال الملك لويس 16 ومراته كاترين. لاحقا تبين بأن ديك السيدة بريئة من ديك الأفعال كاملة. فهاد الأسلوب ديال أنك واحد آخر كتلبسو واحد الحاجة، هاد الأسلوب هذا راه من الخدع اللي لعبت أدوار تاريخية كبيرة، بمعنى أنه كتكون خدعة بسيطة وكتكون سلاح يفوق الأسلحة المستخدمة. نرجعوا حنايا نصلب الموضوع. نصلب الموضوع شنو هو؟ هو انه استخدام السلاح النووي هذا راه هاجس ديال البشريه، ولكن باش يوصلوا لديك المرحله هذيك لابد من تهيئه نفسيه. هذا النقاش اللي دابا خدام على السلاح النووي، ما السلاح النووي عالميا كاين رفض الاستخدام ديالو، يعني الضمير العالمي الا بغينا نقولوا لحد الساعه راه باقي هذا الضمير العالمي راه باقي شويه مع، وما عرفناش واش الضمير العالمي اللي مانع من هذه البشريه انها تفنى او لا التوازن ديال الرعب. اذا هنايا راه كاينه واحد ادخال واحد العمليه ديال نفسيا كيجعلوا المنتظم الدولي يقبل هذه الفكره ديال الاستخدام النووي. الاستخدام النووي غادي يكون ولكن بالتدريج. والنووي خصنا نعرفوا بان فيه بزاف ديال الانواع، ابسطوا هذاك اللي كيكون تكتيكي كيخدم مثلا على واحد المدى ديال كيلومتر مربع او لجوج كيلومترات مربعه الى غير ذلك. وهذاك النووي هذاك اللي بيدو درجات من حيث القوه والفتك، حتى هو درجات. اذا في الاول هذه الخطه شنو قالت بانه غادي يكون بواحد النسبه قليله، هذيك النسبه قليله ما كتقتلش البشريه اللي فوق منها، كتقدر انها تمنع على الاقل ما يبقاش تم، ولكن كتكون بالنسبه للطبيعه كتكون مخربه. إذن هنايا من المنتظر أنه غادي يتم استخدام هذا السلاح ولكن بالتدريج. إذن سواء كان روسيا بوتين صادق أو ما صادقش، لأنه أحيانا راه كدور شي علامة استفهام كبيرة واش البشرية حاليا بين أيدي
لاعبين كبار، يعني واش كاين شي لعب كبير ما بين بوتين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية؟ الله أعلم. يعني نتسناو واحد العقد ولا جوج ولا ثلاثة عاد باش نعرفوا بزاف ديال الأحداث اللي هي حاليا كتبان لينا التفسير ديالها ربما كيبان لينا سهل أو كنفسروها وكنكونوا صحاح إلى غير ذلك، ولكن لاحقا بزاف ديال الحوايج أنها كتكتشف مع الزمن. بحال دابا مثلا أسرار الحرب العالمية الأولى والأسرار الحرب العالمية الثانية، هذيك بهنت بعد عقود وعقود. كذلك بزاف ديال الاسرار ديال الولايات المتحده الامريكيه اللي بانت بعد عقود وعقود، عاد خرجوا مذكرات، عاد خرجوا بزاف ديال الحوايج، الاسرار ديال الثوره الفرنسيه، الاسرار ديال الثوره البولشوفيه. يعني عمليات كبيره في التاريخ دازت واحد المدد متوسطه او لا طويله، عاد بانت واحد الاسرار. هاد الاسرار شنو عطات؟ عطات بانه اللي كيكونوا فوق الخشبه هادو كيكونوا احجار على رقعه الشطرنج. وعطات كذلك من النتائج بانه الفاعلين الحقيقيين ما كيكونوش فوق الخشبه، كيكونوا دائما تحت الخشبه. وعطات كذلك ايضا بانه علانيه كنقدروا نشوفوا اضداد وكنشوفوا متعاكسين وكنشوفوا متناطحين وكنشوفوا اعداء، ولكن كذلك ممكن اننا ملي كنهبطوا للعالم السفلي كنلقاو بان ربما شركاء في لعب كبير وطويل جدا. إذن حنايا بالنسبة لنا هذا الخبر هذا كيفاش نتعاملوا معه؟ هو راه في الحقيقة من الأخبار اللي عندها واحد الدلالات. الأخبار مثلا يوميا كنشوفوا فيضان ديال الأخبار، ولكن وسط من هذه الأخبار كتفوت واحد التفاصيل اللي كتكون بسيطة، هذيك هي اللي كتكون عندها أهمية قصوى. الآن الإعلام العالمي كله حنا كنشوفوا هذا الضجيج وهو شبه مقصود. هذا الضجيج شبه مقصود باش كيتيه الانسان واخا يبقى يقلب على المعلومات اللي هي عندها اهميه قصوى، ما كيصعب عليه. دابا مثلا الاغلبيه المواضيع هي اللي متكرره وشفناها بانها عليها مثلا تواتر ديال الاعلام، كل شيء كيهضر فيها، كيهضروا على ارض الميدان كذا، اوكرانيا هذا ضرب قتل سير منا، اوروبا كذا، كاين مجاعه، كاين هذه، كاين توارى، كاين انتفاضات، كاين احتجاج، كاين ازمه الطاقه، ازمه الغاز، هذا طلع عود. ولكن المعلومه اللي هي جديدة كيصعب على الإنسان أنه يعرفها. فالجديد مثلا حسب الرأي ديالي أنا، الجديد هو أنه البشرية بداوا كيحاولوا يعودوها على سماع النووي، بداوا كيعودوها على هذا السماع ديال هذه الهضرة هذه. وأكيد ثم أكيد بأنه ملي تشوفوا أن مجرد البداية كيتسامح معها المجتمع الدولي، عرفوا بانه راه غادي يكون من موراها كذلك غادا تزايد القيمه ديالها. نعطيكم غير مثال، مثلا دابا الزعيم النازي هتلر، البشريه في الحرب العالميه الاولى دمرات كامله، الدكدكات كامله، تخربات كامله، واطات في الحرب العالميه الاولى وقبل من الحرب العالميه الثانيه. والبشريه اقتنعت بانه خص منتظم دولي وخص قانون دولي وخص عصبه، وداروا عصبه الامم وداروا وقالوا الله. واحد الساعه كيشوفوا هتلر قاعد كينقص قدامهم في المانيا، يعني من عارف في الجيش واحد المرتبه صعيبه قليله، شويه عاوتاني ولا دار فيها كيفهم، شويه ولا كيفهم في الدوله الوطنيه، شويه ولا كيفهم في القوميه، وقدامهم هما كيشوفوه وهو طالع. شويه دخل معهم في الانتخابات هتلر، شويه دخل الحبس، شويه كتب كفاحي، وهما قاعدين كيشوفوا، البشريه كلها كتشوف. واحد شويه عاوتاني دار داك المنظر وبدا كيستف الشعب وبدا امام البشريه. هذيك الخطوره هذه طلعت بالتدريج 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 بالتدريج. واحد شويه عاوتاني بداو كيصوروه انه بصح قوي، واحد شويه بداو كيصوروه بانه خطر يهدد البشريه، واحد شويه صوروه بانه راه هو يعني اقوى مما، ودار الثقه في نفسه. يعني راه نفس الخطوره ملي كتشوف البشريه بدات كتسامح مع واحد الشيء، وهذه بصفه عامه ماشي على البشريه ولا العالم، الدول والافراد وكيف ما بغينا. واحد الحاجه ملي كتكون مثلا مرفوضه قطعا، ملي تشوف بانه القليل منها بداو كيتشاور وبانه ما كاينش حسن، عرفوا داك القليل غادي يتزاد غادي يتزاد غادي يتزاد، واحد النهار كتولي امر مقبول. اللي كيزيد ياكد هاد الهواجس وهاد المخاوف هو ما يلي: الحروب لا الاولى لا الثانيه مصايبه، يعني انه كاين خيوط كتحكم فيها، ايضا الثالثه. هاد الحرب هذه اللي كاين، علاش كاين هاد الهاجس ديال النووي؟ وهو في الحقيقه هاجس صحيح،
علاش كاين؟ لان هاد الحرب هادي اللي دارت ما دارتش غير باش يدابزوا باش يتحاربوا باش باش يريبوا البنيه التحتيه ويريبوا الديور ويهجروا السكان، لا لا، دالت من اجل واحد البرنامج اخر كيطبق باسم الحرب. الحرب ماشي هدف، الحرب وسيله. دار واحد البرنامج خفي، هذاك هو اللي عليه شعل هاد الحرب. وهاد الحرب العالمية الثالثة اللي حنايا فيها راه ماشي جاو شعلوها باش يوليو يطفيوها، أولا مثلا شعلوها باش قال اش كاين راهما ولاو تصالحوا، لا، راه داروها من أجل واحد الأجندة. شنو كاينة في ديك الأجندة؟ المتحكمين الحقيقيين في هاد الحروب الكونية الكبيرة اللي ظهروا على مسرح الأحداث منذ نهاية القرن 18، دائما كنتكلم على هاد الفئة هادو اللي داروا هاد الحرب العالمية الثالثة، داروها من أجل واحد الأجندة خصهم يوصلوا ليها. شنو هي؟ هي السيطرة والحكم ديال العالم والمليار الذهبي. إذن راه في خدام هاد الحروب، في هاد الحروب اللي خدامة دابا، راه في الخدام كيتحقق هاد البرنامج. يعني راه ما نتوقعوش مثلا الحرب غادا تسالي وهما ما وصلوش لذاك الهدف ديالهم. الاهداف اللي كنا قلنا ننتشر الاوبئه والفيروسات والمليار الذهبي وتقليل عدد السكان وزيد 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 وزيد، هذا هو اللي كياكد بان الهواجس خطيره. المليار الذهبي باش يوصلوا له عن طريق النزاعات، الحروب، الاوبئه، الفيروسات، ازمه الغذاء، المجاعات، ثم يعني ما لا يعلمه الا هم. اذا هذه القضيه ديال استخدام السلاح النووي راها شبه مؤكده، يعني ليست مستبعده، لان في البرنامج ديالهم هما ما كاينش حرب عالميه رابعه ولا خامسه ولا سادسه باش ياجلوا، لا، راه ما تبقى من الاهداف ديالهم اللي في البرنامج راه كله غادي يتحقق في الحرب العالميه الثالثه. والحاجه اللي كنقولوا حنايا مستبعده راه ما كتبقاش مستبعده، والدليل على ذلك ان بزاف الافكار اللي كانت عند البشريه بالاجماع بغض النظر على الديانات والاديان والمسيحيه والبوذيه واليهوديه وكل شيء، هذوك الافكار الان هي ولات مقبوله. منها مثلا هذا المذهب اليساري اللي مسيطر على العالم كله، الالحاد ونظريه التطور والطبيعه بوحدها وجد الانساني قرد والمثليه ومنع الزواج والاجهاض والمخدرات وكذا وكذا، هذه كانت كلها محرمات عند جميع الانواع البشريه بغض النظر على الديانات ديالها، هادشي كلشي محرم. وحنا تمينا غادا بالتدريج 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 حتى ولات في واحد المرتبه اللي ولات هي الاصل، وما سواها غادي يولي هو العكس. يعني داكشي اللي حنا ما كنامنوش به وكنقولوا بانه جد مستبعد ان البشريه تطيح فيه، كونوا على يقين بان بالوسائل الذكيه راه غادي يولي مقبول. كنتمنى الاخوان والاخوات نكون عطيتكم افكار جديده. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.